للسنة الثانية وبمشاركة 140 طفلاً، نظمت كاريتاس الأردن في مركز تيرا سانتا الثقافي بعمان حفلاً موسيقياً كبيراً بمناسبة اختتام مشروع تعليم الموسيقى للأطفال الأردنيين واللاجئين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. أقيم في مركز تيرا سانتا الثقافي في جبل الويبد بعمان حفل موسيقي كبير نظمته جمعية الكاريتاس الأردنية بمناسبة اختتام مشروع تعليم الموسيقى للأطفال اللاجئين والأردنيين الأكثر حاجة، والذي تم الإعداد له منذ سنتين. وخلال الاحتفال الذي حضره سيادة المطران جوزيف إجبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، والسفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن والنائب قيس زيادين وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وموظفي الكاريتاس والأصدقاء وأهالي الأطفال المشاركين، لفت السيد وائل سليمان مدير عام الكاريتاس في كلمته الترحيبية إلى أهمية دور الموسيقى في تعزيز قيم المحبة والتآخي والسلام ونبذ العنف والكراهية، مسلطا الضوء على أهميتها في تربية جيل سلام ومحبة في العالم وبالأخص في الشرق الأوسط، كما قدم الشكر لجميع الشركاء والمساهمين والداعمين من الأردن وخارجه. اليوم كان في عنا حفل اختتام مشروع موسيقى من أجل السلام. للسنة الثانية احنا عم نشتغل مع 150 طفل من أكيد أطفالنا الأردنيين سوريين عراقيين. هذا المشروع بتمويل من مؤسسة نمساوية آمنت بأنه الأطفال بيقدر زي ما شفنا اليوم، يعني هن ملائكة، واليوم شفنا صوت السلام تبعهم بيقدر يوصل، بوصل للقلب قبل ما يوصل لأي شيء تاني. فاليوم نحن بفرحة كبيرة أنه اختتمنا المشروع، رح يستمر. غطى بالفترة السنتين الماضيات غطى منطقة الزرقاء ومنطقة مادبة وعمان بالتعاون مع عدة مدارس وعدة مؤسسات، وهلأ التطلع لسنتين قادمات لحتى نكبر المشروع ونأسس مدارس صغيرة للموسيقى بعدة أماكن في المملكة. شكرا. So thank you very much to everybody of you. Thank you, really great thank you to all the Caritas music team and some administration team. وفي كلمته أبدى داعم الحفل البروفيسور جيرالد الرئيس والمدير الفني لجوقة الأطفال في فيينا في النمسا سروره بالحفل، وشكر فريق كاريتاس وكامل الفريق القائم على العمل، مشيرا في ذات السياق إلى أن بعض الفقرات التي غناها الأطفال يغنيها أيضا أطفال آخرون في كل أنحاء العالم، مؤكدا دور الموسيقى في التواصل بين الناس كونها لغة عالمية مشتركة تصل مباشرة إلى القلوب. وشارك في الحفل الموسيقي الذي أداره المايسترو طعم جبارة مدير جوقة ينبوع المحبة بقيادة الموسيقار طارق الجندي 140 طفلا من الأردن واللاجئين السوريين والعراقيين، كما تم عرض فيديو تحدث عن تفاصيل المشروع وغاياته وخبرات المعلمين والأطفال. وبعد ذلك قام الأطفال بتقديم معزوفات موسيقية مختلفة وترانيم عن السلام وأغاني تراثية مميزة.
وفي الختام تم تقديم الدروع للجهات المشاركة في العمل وتوزيع الشهادات على الأطفال. بعزف عود وبغني طبعاً، فيعني هاي الموسيقى كثير علمتني أشياء وأنا حبيتها، وبشكر الأساتذة مع أساميهم طبعاً، أستاذ سلامة وأستاذ طارق والأساتذة الثانية، وبشكر كل واحد ساعدنا والريكوردر والغناء. وهلا أنا صرت على آلة الكمانة. طبعاً أنا أول ما فتت بالموسيقى ما كنت أعرف أعزف إشي على الريكوردر، بس إنه بدعم الأستاذ معتز كان يعلمني إنه كيف أعزف على الريكوردر، هو اللي طورني. فهاي السنة إنه أنا كنت أعزف على الكمان، يعني لساتني بعزف على الكمان. وغير هيك إنه لأني أنا كثير بحب الموسيقى، لأنه موسيقى من أجل السلام. وقبل هاي الدورة كاملة قبل سنتين أنا كنت أعزف بمركز، كنت أتدرب بمركز جيتار، فانه هلا بعزف كمان. وحابه اشكر استاذ معتز واستاذ طارق وكل الاساتذه اللي بالموسيقى عشانهم طوروني، والكاريتاس اكيد. يذكر أن الهدف من هذا المشروع الذي أشرفت عليه كاريتاس الأردن هو تعزيز شعور الانتماء والوجود لدى الأطفال، والذي ينعكس إيجاباً على مجتمعهم وعائلاتهم من خلال ما يمكن أن تساهم به الموسيقى والفنون بتطوير مهارات جديدة لتحسين قدراتهم التعليمية واكتساب شعور بالمسؤولية والانضباط والإنتاجية، بالإضافة إلى البعد السامي والروح الكامل الذي تبثه الموسيقى في حياة الأطفال.